نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة بداية تسلمه مهام منصبه الجديد رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية. وعبر الرئيس الأسد عن خالص تهانيه القلبية للرئيس بوتين، متمنيا له النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولياته الرفيعة وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وكان الرئيس بوتين أدى اليمين الدستورية صباح أمس رئيسا لروسيا الاتحادية. في موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف وزارة الخارجية الروسية بذل الجهود لتجاوز الأزمات الداخلية في دول الشرق الأوسط عبر إجراء حوار وطني شامل دون شروط مسبقة وعلى أسس احترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وذكر بيان للكرملين أن بوتين دعا الخارجية الروسية إلى العمل على وقف العنف أيا كان مصدره لتخطي الأزمات الداخلية لدول المنطقة. ودعا المرسوم كذلك إلى الإصرار على سبل التسوية السياسية الدبلوماسية فقط للأزمات الإقليمية على أساس النشاط الجماعي من المجتمع الدولي عبر إشراك الجهات المعنية كافة في المحادثات، إضافة إلى تقديم المساهمة في التسوية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلي على أساس القانون الدولي. وأمام سفارة روسيا الاتحادية بدمشق، نظمت جماهير من الشباب السوري والروسي وأبناء الجالية الروسية فعالية تضامنية وتهنئة من الشعب السوري إلى الشعب الروسي الصديق بمناسبة تولي الرئيس فلاديمير بوتين مهم منصبه رئيسا لروسيا الاتحادية. رفعت في الفعالية أعلام الصداقة السورية الروسية أصور الرئيس بوتين، كما قدمت عروض تعبر عن عمق تلك الصداقة وعن تقدير الشعب السوري لمواقف روسيا تجاه سوريا وخاصة معارضة التدخل الخارجي في شؤونها. أرحب بهذه الحشود السورية وبشكل خاص من جيل الجديد، والجيل الجديد هذا دائما أحلى دليل على مستقبل سوريا، أنه حاليا أنا أرى بأن مستقبل سوريا بأيدي المتينة، فعلى الجيل الجديد أن تؤدي سوريا إلى مزيد من النجاح وفيما يخص بإنجازات السورية على مدى 50 سنة الماضية. هنالك علاقات وطيدة مش ممكن تمزيكها أبدا، ولا قوة في العالم قادرة على فعل ذلك فعلا. فلما نحن نشوف هذه الحشود أمام مبنى سفارة روسية، فهذا يثير في قلوبنا مشاعر الفرحة وشعور المحبة أزا أصدقائنا السوريين. أنا متفائل جدا جدا فيما يخص بمستقبل علاقاتنا في المستقبل القريب والبعيد. وطبعا كلنا بنعرف أنه مواقف روسيا كانت كتير مؤيدة معنا وكانت كتير مساعدة لنا أو كانوا واقفين معنا جنب أحسن من أي دولة تانية وأحسن من أي دولة عربية، فكان أقل شيء ممكن نعمله أنه نحتفل بهي المناسبة. مباركة للرئيس بوتين لاستلام الحكم، وشكر لمواقف روسيا المشرفة والمساندة لسوريا بمجلس الأمن. رحب خلال لقائه الجنرال روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا، رحب بعمل البعثة الأممية مؤكدا لرئيسها استمرار سوريا في تسهيل مهمة البعثة ضمن التفويض المخصص لعملها. أشدد المعلم على أهمية الموضوعية والمهنية في أداء البعثة لنقل حقيقة الواقع السوري إلى المجتمع الدولي بعيدا عن التسييس الدائري للملف السوري بمجلس الأمن. أقدم الجنرال مود عرضا لعمل بعثته في سوريا التقدم الذي تحرزه عن طريق استكمال عددها وأطلاق عملها، مشيدا بتعاون الجانب السوري في تسهيل عمل البعثة وضمان حرية حركتها دون أي عوائق. وقد قدمت تعازي بالضحايا السوريين الذين سقطوا جراء الأحداث الأخيرة. إلى ذلك، قال المتحدث باسم
باسم بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا نيراج سينغ أن بعثة المراقبين مستمرة في القيام بمهامها وفي صلب عملها وقف العنف، مؤكدا أن مزيدا من المراقبين سيصلون إلى سوريا وذلك خلال الأسبوع المقبل لينضموا إلى المراقبين 70 الموجودين فيها. وأضاف سينغ في تصريح للصحفيين أمام مقر الأونروا بدمشق، أضاف أن المراقبين الموجودين حاليا وزعوا إلى عدة مجموعات تمركزت في عدد من المحافظات السورية، حيث يوجد 4 مراقبين في كل من حمص، حماة، درعا، إدلب، إضافة إلى 3 مجموعات يعملون في دمشق وريفها. وقد قامت المجموعة الأولى من المجموعات الثلاث الموجودة بتغطية دمشق وريفها صباح الاثنين، قامت بجولة على عدد من أحياء مدينة دمشق وريفها، شملت المتحلق الجنوبي، دوار البيطرة، والصناعة، المزة، جانب بساتين الرازي، وحول دار المعلمين ووزارة الإعلام وساحة الأمويين ودوار الجمارك ومنطقة المجتهد. وقد شملت أيضا شارع خالد بن الوليد وشارع النصر، المرجة، جسر فيكتوريا وقبر عتيكة، بينما قامت المجموعة الثانية بزيارة دوما، حارستا، كما زارت الثالثة جوبر، زملكة، عربين، برزة، ركن الدين، كما زار وفد من المراقبين مراكز الانتخابات في مديريتي الخدمات الفنية الزراعية والشركة العامة للخيوط القطنية والشركة العامة للسجاد والأصواف في محافظة حما، واطلعوا على مجريات عملية الاقتراع وعلى ممارسة الناخبين حقهم الانتخابي. كما زار وفد من المراقبين أحياء طريق الشام، الوعر، والغوطة، ووادي الذهب، وعكرمة، والإنشاءات، وشارع الحضارة، وذلك بمحافظة حمص. الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين استعرض خلال لقائه وفدا من الجالية السورية في السويد وصحفيين سويديين، استعرض معهم التطورات الجارية في سوريا والهجمة الشرسة التي تتعرض لها سياسيا وأعلاميا من قبل دول وجهات غربية وإقليمية تدعم الإرهاب في سوريا. وأوضح المقداد أن المجموعات الإجرامية تستبيح دماء السوريين وتهددهم في أمنهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم بما في ذلك حقوقهم السياسية. وأكد الدكتور المقداد أن سوريا مصممة على محاربة الإرهاب وعلى صون سيادتها وعلى استقلال قرارها، وعزيمة في الوقت نفسه على المضي في طريق الإصلاح والحوار من أجل مستقبل سوريا. وردا على أسئلة الصحفيين انتقد المقداد مواقف بعض الدول الأوروبية التي تهاجم سوريا بذريعة حقوق الإنسان وتدعي أنها حامية للحريات في العالم، وفي الوقت نفسه تنتهك أبسط حقوق الإنسان السوري عبر دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة وعبر مدها سرا بالمال والسلاح. من جهتهم عبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع سوريا، معربين عن عزمهم على الاستمرار في نشاطاتهم الرامية إلى الاطلاع الرأي العام السويدي والأوروبي أيضا على حقيقة ما يجري في سوريا، كما أشاروا إلى ارتياحهم للإصلاحات التي تحققت في سوريا حيث تتزامن زيارتهم مع انتخابات مجلس الشعب. سلم 140 مواطنا ممن غرر بهم وتورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، سلموا أنفسهم إلى الجهات المختصة في عدد من المحافظات. ففي محافظتي حلب وريف دمشق سلم 124 شخصا أنفسهم، بينما سلم 116 شخصا أنفسهم من محافظة إدلب. وقد قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع المواطنين بعد تعهدهم بعدم العودة إلى حمل السلاح أو التخريب، وقد أبدى المواطنون الذين سلموا أنفسهم ندمهم وتعهدوا بعدم القيام بما يمس أمن سوريا مستقبلا، وبعد أن تأكد لهم حجم المؤامرة المحاكاة ضد بلدهم ووطنهم سوريا. صور جديدة التقطت لباخرة لطف الاثنان توضح حجم الأسلحة التي حملتها الباخرة ومدى تطورها، وتؤكد مصدرها وتورط دول خارجية ذات خبرات تقنية واستخباراتية كبيرة فيها.
بعد التداعيات المتتالية حول قضية الباخرة لطف الاثنين، تكشف الصور التي التقطت للباخرة من الخارج والداخل الكمية الكبيرة للأسلحة والتي بلغ وزنها ما يقارب 150 طنا، شملت مختلف الأنواع وأكثرها تطورا، ما يؤكد ما توصلت إليه التحقيقات الأولية عن تورط دول وأطراف خارجية لديها خبرة كبيرة في التجهيزات التقنية والاستخباراتية في دعم الإرهاب في سوريا والاستمرار في تمويله، مع نية واضحة في تصعيد يتبين بنوع الأسلحة التي كانوا ينوون إرسالها إلى داخل سوريا. كما تؤكد الصور أن خروج هذا الكم من الأسلحة الثقيلة والمعدات كان من دول بات لمملكات الخليج اليد الكبرى فيها وفيما وصلت إليه بمساعدة صواريخ وطائرات الناتو لتنفيذ أجندات باتت واضحة ومرسومة للمنطقة بأكملها. وهذا ما أكده وزير الدولة اللبناني لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن مسألة باخرة السلاح التي تم ضبطها تتصل بسياسات إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن حجم وكميات السلاح ونوعه وثمنه أكبر من أن يكون لتجار عاديين، ما يعني أن هذا جزء من تنفيذ سياسة إقليمية ودولية للزج بسوريا في أتون الصراع الدموي. وفي آخر تطورات الباخرة، باشر قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة العسكرية اللبنانية رياض أبو غيدة تحقيقاته، واستجوب أحد الموقوفين وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه على أن يستجوب باقي المتهمين في هذه القضية تباعا. وفي السياق ذاته، كشفت قناة المنار التلفزيونية اللبنانية كشفت الليلة الماضية عن أن استخبارات الجيش اللبناني قد ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة داخل سيارة في مرفأ طرابلس في شمال لبنان كانت معدة للتهريب إلى سوريا. ونقلت القناة عن مصادر أمنية لبنانية تأكيدها أن جهات لبنانية متورطة في تهريب السلاح. أحيا أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، أحيوا ذكرى عيد الشهداء مؤكدين أنهم متمسكين بتراب الوطن ومستعدون لتقديم الغالي والنفيس في سبيل عودة الجولان وتحريره من رجس الاحتلال. الجولان الذي قدم على مدى عقود طويلة القافلة تلو الأخرى من الشهداء دفاعا عن تراب سوريا الغالي ضد كافة الاحتلالات إن كانت العثمانية أم الفرنسية أم الإسرائيلية، أحيا اليوم عيد الشهداء في ساحتي مجدل شمس وبقعاثة. بيوم الشهادة والشهداء ننحني إجلالا وإكبارا لعظمة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة في سبيل عزة سوريا وكرامتها. نحن في الجولان العربي السوري المحتل ندين كل المؤامرات التي تحاك على وطننا ونقول للمتآمرين خسئتم وستبقى سوريا حرة أبية صامدة. في هذا اليوم المجيد يوم العزة والكرامة نقف إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية التي روت تراب سوريا الغالية لطرد المستعمر عن أرضها. رحم الله الشهداء وأعز سوريا وشعبها وجيشها وقائدها. بدأ اليوم في ساحة الشهداء في قرية بقعاثة، حيث وضع إكليلا من الزهر على نصب الشهداء بحضور وفود من كافة القرى المحتلة، ومن ثم انتقل الحضور إلى مجدل شمس حيث وضع إكليلا من الزهر على نصب الشيخ أسعد كنج أبو صالح، ومن ثم إكليل آخر على نصب الشهداء في القرية حيث ألقي بيان أهالي الجولان الذي أكدوا فيه على معاني الشهادة وقيمها السامية، مقدمين التعازي لكافة أسر الشهداء على امتداد الوطن. الشهداء هن أكرم من في الدنيا وأن بل البشر، فالشهيد شهيد الأمة شهيد الوطن استشهد دفاعا عن أرض الوطن ليحيى الوطن وليحيى شعب سوريا الغالي وليحيى أبناء سوريا الغالي. عاهدوا الله فصدقوا، ناداهم الوطن فلبوا النداء، فكانوا بحجم الوطن فقدموا الغالي والنفيس في سبيل عزته وكرامته. فلشهدائنا الأبرار ألف تحية في عيدهم، والعزة والكرامة لسوريا الغالية. عطى فرحات، التلفزيون العربي السوري، من جانب أضرحة شهداء الجولان المحتل.
في فلسطين المحتلة مسيرة جماهيرية أمام سجن عوفر غرب رام الله تضامنا ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال في اليوم 70 لإضراب الكرامة الذي يخوضه الأسرى لتلبية مطالبهم العادلة والاسترداد حقوقهم. مسيرة جماهيرية جديدة أمام سجن عوفر غرب رام الله تضامنا ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال. جنود الاحتلال أطلقوا النار والغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز.